Ça va. بالنسبه اللي ندعو طبعا المسؤولين هذه الجامعات المحليه والادارات باش يقوموا ب يعني تسديد يحيى مبروك عليك هاي الله يوفقك شكرا الله يهنيك اقتربنا من هذه الذكرى من اجل اولا لاحياء الذكرى من اجل تمجيد طبعا تاريخ وطننا، لكن هي ايضا مناسبه باش اولا نعطي يعني للمجهود اللي تقوم به الدوله من اجل تخفيف المهمه للبلديات عن طريق طبعا وزاره الداخليه والجماعات المحليه. اليوم هذه الحصه الرابعه، كنا منذ سنة استفادت ولايتنا من 140 إذا وسيلة نقل مدرسي، اليوم وزعنا 15، وبدون شك أيضا فيه هناك حصص أخرى، وحتى رايحين بدون شك نسجل أيضا بعض العمليات على مستوى المحلي، وذرى ذلك طبعا في إطار المجهود اللي تقوم به وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن طريق يعني لا كاس دو غارونتي، صندوق التضامن للجامعات المحليه اللي اليوم راه يمول هذا القطاع التربيه الوطنيه، وخاصه في الطور الابتدائي. هذه السنه مثلا على مستوى هذه الولايه ولايه تيزي وزو استفادت البلديات الولايه ب 248 مليار سنتيم، وزعت على كل ال 67 بلديه، وطبعا تهدف اولا الى اخذ بعين الاعتبار اعباء الموظفين واجور الموظفين، وايضا المساهمه في تحسين الوجبات الغذائيه، وفي ايضا في ما يسمى بالريابيليتاسيون، يعني اعاده الاعتبار للمنشات المدرسيه تاع الابتدائيه. فاذا الجهد متواصل كل سنه، ان شاء الله الهدف اللي رانا مبرمجينه احنا والساده رؤساء البلديات أننا نوصل إلى مستوى مرضي من ناحية إعادة الاعتبار للمنشآت المدرسية، وطبعا أيضا التكفل بالجوانب الأخرى كطبعا الوجبات الغذائية والنقل المدرسي.